وفي متابعة لقضية اعتقال 14 جزائريا عقب وصولهم لمطار مالطا على يد الأجهزة الأمنية هناك والتي بثته قناة النهار بالأمس، سنربط الاتصال مع أحد المعتقلين حجاني مهدي. أهلا بك مهدي. مهدي هل أنت تسمعني؟ ألو. نعم مهدي. ألو الصوت تاعك واطي خلاص. مهدي الصوت تاعك واطي خلاص، مانيش نسمع فيك مليح. مهدي هل تسمعني؟ مهدي ما الجديد في قضيتكم مهدي؟ ألو ما الجديد في قضيتكم مهدي؟ مهدي هل تسمعني؟ مهدي؟ نعم نعود لتذكير بالقضية، فبعد اعتقال 14 جزائريا عقب وصولهم لمطار العاصمة المالطية على يد الأجهزة الأمنية هناك، ولقد تم وتقدم الرعاية الجزائريين الذين كانوا في رحلة سياحية. إذا نعود نربط الاتصال بمهدي. نعم مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام مهدي، ما الجديد في قضيتكم مهدي؟ السلام عليكم، أنا عيادي فتح، جيت في رحلة سياحية. نعم. لدولة مالطا. نعم. ألو. نعم مهدي أنا في استماع مهدي. قلت لك جيت في رحلة سياحية مع حوالي 60 نفر من جزائريين، كل من الرعاية الدولة الجزائرية، جينا في حوالي 60 واحد. نعم. نزلنا المطار تاع مالطا، تم اختيارنا، راكم سمعوا فيا. نعم نعم مهدي أنا في الاستماع. أنا نزلنا في المطار تاع مالطا كامل بتأشيرات صالحة، كامل بجوازات سفر صالحة، نزلنا في ثلث صفوف، تعاملنا بكل حقارة، بكل وضاعة عاملتنا، عاملونا سلطات المطار. تخيل أخ العزيز، وإحنا واقفين في ثلث صفوف، يأتي ضابط يخيرنا بالواحد، يخيرنا على حسب اللبسة، على حسب الآخر، على حسب الشوفة، على حسب خير نساء. مهدي وش بدي معنا مرابك راهي في حالة. نعم مهدي هل أنت في الاستماع؟ مهدي هل قدمت لكم نعم هل قدمت لكم اسباب عن احتجازكم؟ اسباب احتجازنا اسباب واهيه، اسباب ما كانش منها خلاص. قلت لك جانا ضابط في المطار في الساعات في الدقائق الاولى، ضابط من وجهه الكراهيه الطير يا سبحان الله. خيرنا في ثلث صفوف، يجبدنا هكا ارواح انت ارواح، قالنا هزوا الكراسه. تخيلي احنا رعايه تاع دوله محترمه عظيمه. نعم. كيما الجزائر نروح لدولة هذه صغيرة ما تتعداش المساحة تاعها، الجزائر العاصمة والله وحيها. نعم مهدي مهدي هل اتصل بكم أي شخص من داخل الوزارة الخارجية هنا بالجزائر؟ بلي مينوت هذا منزل. هل اتصل بكم أحد من السفارة الجزائرية؟ ما نعرفش حتى التهمة تاعي، قول لي حتى التهمة تاعي. شوفي. نعم الأخت. نعم مهدي أنا في الاستماع. مهدي هل اتصل بكم أحد من السفارة الخارجية هنا بالجزائر؟ مطالبنا كرعاية جزائريين محترمين أن نطالبوا المسؤولين الكبار يحتجوا على هذه المعاملة من وزارة للوزارة، من وزارة الخارجية الجزائرية. هل تلقيتم اتصال من السفارة؟ السفارة ما اتصلتش بينا ولا واحد لاشا. رانا مضربين عن الطعام، رانا دخلتوا في ضرب عن الطعام. جيبوا محامي يقولوا لنا لا. نعم حقوق الإنسان ما كانش، حقوق الإنسان. نعم شكرا لك مهدي. إذا نقلنا لكم أجواء من داخل أحد المعتقلات، ومع اتصال هاتفي مباشرة مع مهدي حجني وأحد المعتقلين.